السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم على آلام الرقبة. تظهر آلام الرقبة نتيجة الأوضاع الخاطئة والاستخدام المفرط للجوالات أو نتيجة الإجهاد المستمر وضعف العضلات. وهناك بعض التمارين مثل آلام تمارين تعديل القوام وتمارين الإطالة وتمارين التقوية. قم بدفع ذقنك إلى الخلف حتى تستقيم الرقبة من الخلف والتكرار 10 مرات. قم بلف رقبتك إلى الكتف الآخر والثبات 10 ثواني والتكرار 3 مرات. ضع يدك إلى رأسك مستندا بالجدار وادفع رأسك باتجاه الجدار والثبات 10 ثواني والتكرار 3 مرات. امسك المطاط وقم بسحبه من الطرفين حتى يلتقي لوحين الكتف من الخلف والثبات 10 ثواني والتكرار 3 مرات.